السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم كالعاده دائما ما كملتم اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم بلاطو ديال الزاج اللي هو هنا كما كتشوفوه. هو اول حاجه دائما يعني خصنا نمسحوه مزيان، هذه دائما في الاول لاين كندير له شويه الكول او شويه ديال الخل وكنمسحوه باش ما تيبقاش ما مدبب ولا حتى حاجه بحال هكا. من بعد غادي ناخد سنتيم بحال هكا هذا، وغادي نبدا نعبر 3 سنتيم. هنايا غادي نعبر 3 سنتيم بحال هكا. هنايا غادي نعبر 3 ونطراسي بحال ما هكا، وغادي نعبر 3 ونبقى هذا حتى نجيب الدوره كلها. هذا الشكل. المهم انا غادي نكملها ومن بعد نرجع لكم. انا هنا من بعد ما عبرتها وشديتها ودورتها درت لها دائره، دابا غادي نجي نعبر، غادي نعبر 6 سنتيم. غادي نعبر 6 يعني من هذا الخط من هنا يعني 6 بحال هكا. نعبر 6 ندير خط اخر انا غادي نكمل الدوره ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو. انا هنايا من بعد ما عبرتها ودورتها، وهنا ثاني غادي نعبر 3 سنتيم بحال ما هكا بهذه الطريقه. نعبر ثاني 3 وناخذ ثاني 3، نجيب ثاني الدوره كلها فيها 3. تنكمل الدوره انا هنا من بعد ما كملت هاد الدورات هادو، غنشدها وغادي نقلبها. يعني هادي غندير ليها هكا بحال هكا. غادي ناخد هدا وغنجي غادي نطراسيها من هنا. هادي أول حاجة غنطراسي هدا هو اللول. هنا ممكن ديرو حتى بلو سيغاني الا بغيتو، ماشي بالضروره نديرو هذا. هنايا من بعد غادي نجيب هاد الدوره اخرى ونجيب الدوره الثانيه الثالثه ونرجع لكم. انا هنا من بعد ما كملت لي هاد الدورات هادو يعني هاد الدورات هادو، انا غادي نشفو هنا بهذا بالسيشوار، ولكن كما قلت لكم نتوما غتخليوها دائما حتى غتنشف في راسها، يعني ما تنشفوهاش، غتخليوها حتى تنشف بوحدها. المهم انا غادي نشفها ومن بعد غادي نعاود نرجع باش نكمل معكم شنو لهذه المرحله الجايه ان شاء الله تعالى. هنا انا من بعد ما نشف هنايا خليته هنا من بعد ما نشفتو، مي قلت كما قلت لكم نتوما غتخليوه حتى ينشف. هنايا غادي ناخد هذه الكولا بلانكا، هذه هي غنجي غادي نطلي هنايا بواحد شويه ما يكونش بزاف. غادي نحاول انني غادي يكون بحال هذا الشكل، ونمشي معاه غير هنا بالجناب كاملين، نمشي معاهم غير بشويه.
يعني ما نحاولش نخلي واحد الفراغ حدا الفرشيو، ما نخليش. لكن نقيس واحد شويه من بعد، عاد من بعد كنعاود نرجع لي انا باش كن باش كن هذا تكون فيه الكولا مزيان، باش ما يبقاش عندي واحد الفراغ. هنا كنحاول انني نمشي شويه الكولا باش ما تبقاش لي دوك الخطوط ديالها. خصو شويه واحد شويه تزر، واحد شويه كتغي كسبت صبغات بدات تنشف. هنايا غادي ناخد الكافيار في الالوان، يعني غادي نخلط هنا بالالوان هنايا كما ما كتشوفوا، وغنجيو غادي ندردرو عليه. نحاول اني نعمر عليه شويه، انا خلطت الالوان كلها ديال الكافيار ماشي غير واحد ولا جوج، يعني تقريبا كاع الالوان اللي كانوا عندي كلشي خلطتهم. غادي نضغط عليه غير واحد شويه بحال هكا،
هذا من بعد ما ضغطت عليه بحال هكا. المهم انا فرشت له هذه حصه ديال الصوصو هكا. انا غادي نحاول انني الى بالي مثلا باقي فيه الخوا ولا شي حاجه نقدر نزيد ليه دي بايت بحال هكذا باش انه كيعمر لي داك سميتو يعمر لي كاع دوك البلايص مثلا اللي كان فيهم شويه الفراغات ولا شي حاجه باش هكا كنبقى نتمكن اني باش وفي نفس الوقت حتى انه باش كيعطيني واحد البريوم انه ملي كيتقلب كيولي يعطيني واحد البريوم. دابا من بعد غادي ندير الكولا اللي هنايا هاد الجهه تاع هي يعني بحال هاد الشكل هادي بحال هكا. انا غادي نكملها وغادي نرش عليها هاد الكافيور عاوتاني حتى هي ومن بعد نرجع لكم. هنا بالنسبه ليا انا هنا كما كتشوفوا انا درت له هنا الكافيور من هنايا. انا هنا غادي نخلي غادي نخلي تنشف لانه هنا راه مازال باقي فيه زك باش غنكملوا معكم ولكن غادي نشرحوا لكم الطريقه كيفاش. هنا كما كتشوفوا ها هو يعني مازال ما ناشفش الكوله هي باقا بيضه الكوله كما كتشوفوا هذا خصو حتى تولي الكولا تولي ترونسبارونس يعني ما تبقاش تبان لي الكولا على كما بحال هذا الشكل هذا. هنا واحد شويه هنا يلاه بادي كتنشف هنا او ما غادي نخليه هنايا حتى تتنشف لي هذه الكولا. من بعد غادي نعاود ندوز له الكولا بلانكا هنا من الفوق عاوتاني من هنايا يعني غير فهاد الجوي بحال هكا وغنخليها حتى تنشف. من بعد عاد غادي ندوز ليها الفيرني غادي نحمي بالفيرني يعني كله غادي نعاود ندوز ليه الفيرني. المهم وكيبقى هنايا عاود هنايا غادي نعاودلو نعاودلو بهذا باش غادي يبان بحال ما هكا من هنايا نعاودو لانه حيت انا بغيت يخرج ليا من الدجاجه. ومن هنايا غادي نعاود ثاني كلشي نعاود الدوره حداها ونعاود ثاني هاد الدوره. وهنا كيبقى غير الاختيار نقدروا نديرو نقيطات بحال ما هكا يجيو بحال الشكل ديال العقيقات مازال ملبسي لهم العقيقات صافي وغادي نخليوه غير ينشف. ملي غادي ينشف غادي نلصقوا ليه الرجلين فوق من هنايا كما هادو غيكونوا هنا فوق من هنايا بحال هكا هنا غادي نلصقهم بهذه الطريقه. المهم انا دابا شرحت لكم كيفاش يعني في اخر المرحله الاخرى ديالو مي انا غادي نخليه حتى ينشف على خاطرو لانه حيت ما غاديش ينشف لي دغيا بهذا بالسيشوار. من بعد غادي نصور لكم وغادي نحط لكم كيفاش جا. اخواني اخواتي كان هذا هو فيديو ديال اليوم. هانتوما كتشوفوا كيفاش جا واخا شويه راه مازال ما ناشفش مزيان من هنا من الفوق هنا كما كتشوفوا. المهم هنا راه زدت لي دوك النقاط ديال الفاشيو من هنايا وانا اضطريت نخدم ليه هذا الكافير من التحت ديالو ويولي هذا هو الوجه ديالو يعني باش هكا الا بغينا نحطو نستغلو ولا بغينا نحطو فوق منه شي حاجه ولا مثلا هكا حلوه ولا كيك ولا هذا فعلاش لا ولا البغرير ولا مسمن يعني باش يبقى هكا الانسان هكا يستغلو ما يبقاش غير حاطو مثلا غير هكذا. فداك الشيء علاش قلت انا اللهم نخدمو كله من التحت على ان انا رزت له من التحت كما قلت لكم الكولا والفيرني باش حميته من التحت هكا باش يعني ما يعاودش عاوتاني مثلا يتوقع لي شي حاجه ولا هذا باش يرجع باش تقاش بشويه ديال الماء ما توقع لي حتى حاجه. وهنايا بالنسبه لهذا هنايا راه ممكن نديروه بالدوغي ولا نديروه غير بلون واحد يعني بالارجنت يعني اللون الفضي اولا الذهبي اولا غير لون واحد يعني ماشي بالضروره انا نديرو الالوان. انا غير جاتني فكره انني قلت ندير يعني خليط ديال الالوان بما انه كاين متواجد عندي هادشي علاش. ومهم كنتمنى هاد الفكره ديال اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا اخوتي يعني بالتعليقات ديالكم وبلي لايك وما كنتمنى انكم تبارطاجيو مع الناس اللي يعني الناس اللي كتعرفوهم مع احبابكم يعني كيفاش تعمل فائده للجميع ان شاء الله. وكنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع والسلام عليكم. فيديو اخر يعني الفيديو الجاي ان شاء الله وفكره اخرى ان شاء الله.
المهم راه كاين مازال باقي مازال كاينين لي بلاطوات بزاف كاينين، كنتمنى انكم يعني تدعموا القناه مزيان، ويعني كل ما كان الدعم راه صراحه كاينين دي بلاطوات زوينين يعني. المهم انا ما بانوش ليا، ولكن المهم شي حاجه زوينه ان شاء الله، مازال غادي تكون ان شاء الله. والسلام عليكم.